داخل سوق مدينة نيالا. هذا العام يعني رغم شح السيولة وحركة البيع والشراء في تدني في البيع والشراء، برضو عدد كبير من المواطنين يعني عنده رغبة يشتري بعض الأشياء، لكن للظروف في ارتفاع يعني السنة الماضية والسنة دي في ارتفاع كبير جدا في معدل الأسعار وفي تضخم في حركة البيع والشراء، في ركود وفي الأسعار نفس أسعار الترفات، لكن السيولة الماضية ما موجودة، لكن الأسعار نفس الأسعار السنة الماضية، لكن نسبة السيولة شحيحة في السوق، في ركود، يعني عملية الشراء بسيطة جدا. نعم. ارتفاع في البضاعة، البضاعة هنا كانت خالية السنة دي بالذات، يعني أقل من السنة الماضية كان الناس بتاخد الأسعار، لكن البضاعة ترفع من هناك الموجودين ما كان في أسعار مرتفعة، السنة الماضية الأسعار مرتفعة. اي خام بدم تشيله بتلقى زياده في البضاعه، والترحيل برضه بدم كذلك، الترحيل برضه زياده.